بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور بوستين على موضوع هام جدا، محاوله استبعاد الانبا ماكاريوس من كرسيه من المنيا وعدم تجليسه على المنيا، ودي مؤامره ضد الكنيسه وضد رعيه المنيا. ولو سمحتوا ما حدش يسكت على الموضوع ده، ومش هيتضغط علينا زي ما حاولت حملت محاوله الضغط علينا في اشرف عبد المنعم المذيع المتطرف اللي قال تطرف على المسيحيه وعلى الكنيسه، وكانوا عايزين يحطوه جوه قناة الكنيسة ويجبرونا على حاجة مش طبيعية. فرجاء محبة ضغط زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس لكل الفيديوهات، والفيديو ده لازم ينتشر لأبعد حد. يا جماعة يا جماعة، الأنبا ماكاريوس راجل بجد ذكر واقف قدام إرهاب حقيقي بيحصل على المسيحيين في المنيا، وشايل على المسيحيين كتير، فإن هو يتم استبعاده في الفترة دي ده منتهى التدمير للكنيسة ومحاولة إرهابية، وما تسكتوش عليها. من الآخر، من الآخر، أيا كان مين اللي وراها، حتى لو وراها منصب عالي جدا، ما يتسكتش على الكلام ده. يعني ما يضغطش علينا في الكنيسة بأوامر من أي حد. شعب الكنيسة هو اللي اختار أسقف الكنيسة، أسقف المنطقة، أسقف الإبرشية، مش حد تاني يكبر علينا. كمان بالإضافة لكده أحب أقول لكم، مهما كانت مدى قوة وصلابة أي حد هيجي بعد الانبا ماكاريوس، هيكون لسه مش خبره بيه الابرشيه. فمع كامل احترامي للانبا كراس، رجاء محبه ارفض ان انت تتجلس على المنيا، واطلب ان يتجلس عليها الانبا ماكاريوس اللي فيها لو سمحت. كمان في مؤامره استبعاد لاي حد راهب في قوه الانبا ماكاريوس من دير البراموس او على علاقه بالانبا ماكاريوس، لانه هينبع نفس الدماغ ونفس الرجوله ونفس محاوله ان هو الدفاع عن الرعيه. فالانبا كراس او اي حد من روبان اللي ليهم فكرة الانبا ماكاريوس، طبعا كلاب الارهاب، كلاب الارهاب خايفين انهم يمسك، لانه لو مسك وتجلس خلاص هيعرف يقف قدامهم بشدة وحسم اكتر من دلوقتي. فلو سمحتوا يا مسيحيين، يا مسيحيين المنيا بالذات، ما تتنازلوش ان يتجلس اسقفكم الانبا ماكاريوس على كرسيه. الشعب هو اللي اختار رعيه، مش اي حد تاني ولا اي منصب تاني ولا اي حد بره الكنيسة يحاول يضغط علينا كمسيحيين ابدا. ما تسمحوش. كم خطف بنات حصل؟ كم اسلمة اجبارية حصلت؟ ليه؟ ليه محاولة تانية عايزين يدمروا بقى بقية الرعية المسيحية؟ ليه؟ دي محاولة أشبه بإبادة، فلو سمحتوا محدش فيكم يسكت على كده خالص. كمان كمان فوقوا لنفسيكوا، إحنا كشعب مسيحي في موجودين في مصر مش أقل من حوالي 40 مليون مسيحي في زيادة تصاعدية، مهما حاولوا يفجروا ولا يبهدلوا ولا، إحنا في تزايد مستمر. فلو سمحتوا ما تتنازلوش عن كده، لازم تستمروا ان انتوا تحافظوا على ايمانكم وتحافظوا على رعيكم اللي حاول يحافظ عليكم قدر المستطاع اللي في ايديه، رغم الضغوط اللي عليه جوه الكنيسه وبره الكنيسه. وانا بقولها لكم وانا اكليركو فاهم، رغم الضغوط اللي جوه الكنيسه واللي بره الكنيسه، محدش يسمح ان الراجل ده يسيب المنيا. لو سمحتوا ما تسمحوش ان حد يحاول ينزع منكم رعيكم اللي بيحاول يحافظ عليكم. بالاضافه ان اي حد قلنا هيمسك مهما كان قوته، حتى لو في قوة الانبا ماكاريوس ولسه مش خبرة بيها بالمنطقة والابروشية والناس، ممكن تبقى ردود افعاله ما تساعدش الرعية او ما فيهاش خبرة زي اللي قعد فيها فترة كبيرة وخدم مع الانبا ارسانيوس. واقل تكريم ليه ان هو يبقى موجود ومتجلس على كرسيه، ما يخدمش كل ده وفي الاخر يتعامل المعاملة دي، حرام حرام ومرديش ربنا. بالاضافه لقوانين الكنيسه ان الراجل ده هيتجلس على البروشيه دي. بالنسبه للرعايه والرعاه، الراجل ده خدم فتره كبيره فلازم هو اللي يتجلس. امين بيحاول يحافظ على رعيته حتى لو عنده ضغوط من جوه الكنيسه او بره الكنيسه، ما بيحاولش يسكت على في المحافظه على الرعيه. لازم نبقى جداد، وزي ما اتعامل مع اشرف عبد المنعم المذيع اللي هو طلع وعمل تطرف ضد الكنيسه على قناه من القنوات مع مذيع من المذيعين وقال ان فيه
تدمير، وفي كنيسة، في المسيحيين بيحاولوا يعملوا دولة في جنوب سيناء زي دولة الفاتيكان والكلام الفارغ ده، وجايين بعد كده عايزين يكبروه. أي الله أعلم بقى ايه الجهة اللي عايزة تكبروا علينا في الكنيسة، ويحصل إن التلفزيون يتفتح وإجبارا مع احترامنا لإخواننا المسلمين يتعمل الأذان على قناة مسيحية قبطية، هل أنت تقبل إن أنت يتحط قداس على قناة إسلامية؟ ده مش مقبول، فمش ده مش مقبول نفس النظام. فلو سمحتم انتوا في امكانكم ان انتوا بالضغط الشعبي المسيحيين قادرين ياخدوا حقوقهم، وقادرين ما يخلوش يرفضوا اي اجبار من اي جهة، حتى لو جهة بتضغط جوه الكنيسة عشان تدمر الكنيسة او تدمر رعاية المنيا، محدش يسكت، محدش يسكت. كفاية انا بقى اسكات، الغلط يتقال له انت غلط، حتى لو من اعلى منصب، اعلى منصب سواء في الدولة سواء في الكنيسة سواء في العالم، لو في حاجة غلط اتقال غلط. ما تخافش، تخاف هتموت، هتموت ناقص عمر يا حبيبي، ما فيش حد بيموت ناقص عمر. فوقه وتابعوا وحافظوا على ايمانكم، وحافظوا على صلابتكم، وحافظوا على رعيكم اللي سهر عليكم وبيحاول يحافظ عليكم قدر الامكان. اطلبوا ان هو يتجلس، واطلبوا ان يبقى مع اسقفين بنفس صلابته بنفس نشفانه، لكن ان هو يسيب المنيا لا. عايزين تجلسوا الانبا كراس، جلس الانبا كراس، بس جلس الانبا مكاريوس وحط معاهم تالت، لكن تشيلوا الانبا مكاريوس دي مؤامرة ضد الكنيسة وضد المسيحيين وبالاخص المسيحيين المنيا، ودي ما تسمحش بيها، حرام، حرام كنسيا، لا يليق كنسيا، لا يليق انسانيا، لا يليق رعويا. زي ما بقول لكم خليكم جداد، زي ما حصل وهزينا الدنيا في موضوع المذيع اللي حصل التطرف ضد الكنيسة، هزوا الدنيا في موضوع تجليس الانبا مكاريوس. ما تسكتوش، بكل الاحترام نرفض هذه التصريح ولكن نعترض باحترام. اخد الحق حرفة، وبالضغط الشعبي هناخد حقوقنا. وقابلكم في حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين. انا عايز بقى نفسي الفيديو ده يلف الكرة الارضية، بصرف النظر لايك ولا مش لايك، اهم حاجة مشاركات للفيديو ده بالذات. مش عايزين نسكت على حق الانبا مكاريوس وحق رعيته ان هو يحافظ عليهم. الناس تيجي تسندوا، ثقفة تيجي تسندوا في الابروشية والتلاتة يتجلسوا، تلاتة يا ابو جداد، هو اتنين تانيين، حطوا الانبا كاروس جلسوه، حطوا الانبا كاروس جلسوه، وحطوا معاهم تالت يتجلس. هتقسموها قسموها مفيش مشكلة، بس الانبا كاروس ضروري يتجلس ويتجلس في منطقته. لو اضطريتوا بقى اللي انتوا عايزين هتقسموها، وما يكونش ونفتكر مثل الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، الراعي الصالح ايه؟ يبذل نفسه على الخراف. لازم يكون حد يحاول يحافظ على الرعية، مش حد يتعاون مع الذئاب من الاخر، ولا يكون اجير كل همهم يلموا تبرعات، وفي الاخر التبرعات دي بتروح للكنائس، بتروح للناس، بتروح لمستحقيها الله اعلم. احنا عايزين رعاة زي لمبا مكاريوس يحافظوا على الرعية، ولمبا كراس يحترم، واللي فهمه عن تاريخه انه هو حلو جدا، بس ما ينفعش تحطه لوحده. انبا مكاريوس، انبا كراس، حطه تالت مع بعضيهم. هتقسم البشية حط التلاتة مع بعضيهم، لكن ما تضغطش علينا وتضغط على الكنيسة عشان تقبل بوضع لا يقبل، لا يقبل اصلا. والسلطة الدينية لو اتحدت، الشعب المسيحي هيعيش في منتهى الاحترام ومنتهى الكرامة في البلد دي. لو السلطة الدينية في المسيحيين في مصر اتهزت، هنداس تحت الرجلين، ولو انتوا دستونا تحت الرجلين هتلاقوا نفسكم بتداسوا. فارجوكم السلطة الدينية اتحدوا مع بعض، عايزين نعيش بكرامتنا، عايزين نعيش بايه؟ بكرامتنا. نفسنا
نصلي عشانكم واحنا مستريحين نفسنا لما يتقال وشيت الآباء، نبقى بنحترم كل أسقف موجود في المجمع نفسنا. لا في بعض الأوشي سواء في أوشي الآباء أو الأمامسة أو الأسوس، الواحد بيبقى مش عارف يقول ايه ولا بيفكر فكره بيدور في ايه. لو سمحتوا خلونا نغير فكرنا عن الموضوع ده، شاركوا الفيديو، ربنا معاكم وصلوا لأجل.